السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث. والبداية من الملف السوري، حيث قال أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، قال إن قرار مجلس الأمن 2254 يعكس توافقا دوليا حول الإطار العام للحل السياسي في سوريا، وأشار إلى أن هناك مساحات من الخلاف وعدم التوافق بين الدول ذات الصلة بالملف السوري حول أمور مهمة، على رأسها مصير بشار الأسد والموقف من وجوده في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أشار من جانبه إلى هذه الخلافات التي وصفها بالحادة حول مستقبل رئيس النظام. وأكد كيري أن هدف المفاوضات المزمع أن تنطلق بين الحكومة والمعارضة في الشهر المقبل هو تسيير عملية انتقال داخل سوريا تقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية. مع لقراءة القرار الأممي بالنقاش والتحليل الناشط السياسي السوري دكتور يوسف الحاج يوسف. دكتور يوسف الحاج يوسف، هل تعتقد بأن هذا القرار يمكن أن يؤثر على الحل السياسي في سوريا ويدفعه إلى الأمام؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربما يمكن اختصار شرح قرار الأمم المتحدة 2254 بتسميتين مبدعتين للثورة السورية: الثورة الفاضحة والمهل الدموية. الثورة الفاضحة التي فضحت، كنا نظن فقط عملاء المنطقة والعملاء مع النظام والشبيحة وكذا، ولكن تفضح النظام الدولي إن القرار البارحة هو استهزاء بالدم البشري بالبشرية، استهزاء بالعقل واستهتار. كيف يمكن لمجرم أن يعاد تأهيله بجريمة بدعوى أن هناك جريمة أخرى الذي يزعمون جرائم داعش؟ لا يمكن لأي جريمة بالدنيا أن تفسر أن قبول جرائم الأسد. ومن قال لك بأن هذا القرار يعني هو جاء لينصف الشعب السوري ويقتص من بشار الأسد بالأساس؟ الأمم المتحدة بزعمها هي تقول، أنا أعرفها كاذبة، نحن يجب أن نعرفها كاذبة منذ أيام فلسطين، منذ أيام الحرب العالمية الأولى بهدم الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، منذ الحرب العالمية الثانية، منذ قرارات الاستقلال، منذ الصومال، منذ البوسنة والهرسك، منذ العراق، الأفغانستان، الآن أمام أعيننا وببث مباشر تتآمر على دمائنا. هي تزعم أنها لحماية الإنسان، لحقوق الشعوب. أستاذ جمال، أنا أذكر بتناقض صارخ، وكم كثيرة هي التناقضات. كم قرار لنعد إلى القرار. القرار هو إطار عام للحل السياسي ويدعم مبادرة فيينا التي قامت على أساس اتفاق جنيف لمرحلة انتقالية. لنعد واحد، قالوا أن مصير الأسد يحدده الشعب السوري وأن الشعب السوري وحده فقط الذي يحدد الشعب السوري، ولكن عندما أتت لشكل الدولة وطبيعتها قالوا أن الدولة علمانية وفرضوها فرضا وربما توضع تحت الفصل السابع. عندما قالوا من يحدد الإرهابيين لم يسألوا الشعب السوري لأنه هو العانى، بل قالوا قرارا سياسيا بالتعاون مع الأردن والتنسيق مع الأردن. عندما قالوا من يمثل الثورة، أتوا بأناس عادوا الثورة، حسن عبد العظيم وهيئة التنسيق، تيار بناء الدولة لؤي حسين يقول سرماية عنصر مخابرات أحسن من كل الثورة، فرض ممثلا للثورة. أليس هذا تناقضات؟ ولكن عندما تأتي القضية، ولكن أستاذ جمال، عندما تأتي القضية للمجرم الطاغية رامي البرامي القاتل للأطفال، يقال الشعب يحدد مصيره في تلاعب على الألفاظ لإبقائه حاكما أو على الأقل نظامه. إنها فضيحة بحق الأمم المتحدة، ولكن هي ليست أول الفضيحة. يجب أن ننتبه نحن أبناء الثورة السورية لهذا الشيء. محمد سداد العقاد، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، معي عبر الهاتف من الرياض. سيد العقاد، اتفاق أو القرار الأممي 2254 في الميزان، هل ترجح لديك إيجابياته على سلبياته؟ مساء الخير لك ولضيوفك الأعزاء وللمستمعين الكرام والمشاهدين. بالاستثناء في الائتلاف، الموضوع قيد الدرس لصدور موقف ربما يكون أكثر دقة، لكني في المحصلة العامة لهذه الصورة التي نشأت ضد الظلم والاسترداد وأنواع القهر والطغيان، أقول أنها خطوة على الطريق. هي لم تحقق كما قال ضيفك قبل قليل، لم تحقق مطالب الثورة بالمعنى الكامل والشامل والنهائي، لكني أقول في المنطق السياسي أنها خطوة مهمة. لا أريد النظام أن يفكر أنه قد انتصر، ولا يمكن له أن ينتصر على إرادة الشعب ورغبته في الحرية والحياة والعيش العزيز الكريم،
ولا أظن هذا القاتل له مصير آخر مهما تآلف وتكامت الجهات غير المحكمة. طيب، ولكن على فرص الحل السياسي، هل يمكن لهذا القرار أن يكون ظهيرا للمفاوضات المقبلة التي ستجري بين النظام والمعارضة في مطلع السنة القادمة؟ دون شك أننا في القضية السورية انطلقنا من ثورة الشعب محق بالظالم ومعتدي وطاغي إلى أن أصبحت الآن جزء من الصراعات الدولية والمحاور الدولية. لم تعد قضيتنا مع قاتل مجرم يسانده مجموعة من القتلة، أصبح هناك لدينا مجموعة من المعادلات السياسية تتداخل لتنحل على الأرض السورية. في هذه اللحظة عندما يتفق الكبار يفرض الحل ويكون قائما في الواقع. بالنسبة لنا كسوريين علينا أن لا نندب وأن لا نصرخ، إنما نستعين بالله عز وجل ونحاول تحسين ما يمكن تحسينه من حقوقنا ببذل شعبنا وجهودي وتآلفي ووحدتي حتى على المستوى السياسي. أنا أقول عندما تذهب إلى مجلس الأمن ويوضع الفصل السادس ويجري إجماع ب 15 مندوب إجماع في قرار مجلس الأمن، هذا مؤشر مهم جدا. هناك قرار ما سياسي دولي على وضع القطار على السكة. كيف سيكون؟ كيف سيعمل؟ الملامح ستتغير بجهودنا، باجتماعنا، بتآلفنا، بضغطنا السياسي، باستنفار قوتنا كلها مع بعضها البعض لنحول ما قد يكون رجلاجا، ما قد يكون مترددا من السياسة الدولية أو المصالح الأخرى لكي تصب أحسن ما يمكن في مصالح شعبنا. طيب العقدة هل يمكن تخفيف منها بشار الأسد الذي كان منذ البداية في اتفاق جنيف محل خلاف في تفسير وجوده في المرحلة الانتقالية؟ عاد كيري ليقول أمام مجلس الأمن بأن الخلافات حادة داخل المجتمع الدولي. إذن هل تظنون بأن حلفاء الأسد سيتخلون عنه في مرحلة ما من مراحل التفاوض المقبلة؟ كنتيجة نهائية دون شك كنتيجة نهائية هو ورقة في لحظة من اللحظات في البازار الذي يجري سيتم رميه وبأسهل ما يتصور نحن. والطغاة هذه نهايتهم طبعا كما تعلم من السياق التاريخي ومن حقائق الشعوب. ولكني أقول حتى هذا التناقض لمسنا أمس، انظر أمس إلى خطابات الوزراء الذين تحدثوا بعد إقرار القرار، سترى أنه بوضوح تام هناك كلام عن عدم إتاحة أي فرصة لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية وبعد المرحلة الانتقالية أو قبلها. المندوبين فقط الصيني والروسي هما فقط اللذين لم يتحدثا عن جنيف، البقية كلهم تحدثوا عن جنيف، والقرار يتحدث مؤسسا على جنيف. جنيف لدينا هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية قادرة على فعل كل شيء. طبعا نحن لمسنا المغايرات والسياقات التي تطرق بها هذا القرار، وسترى في النظر إلى المقارنة بين اتفاق جنيف أو قرارات جنيف وهذا هناك تعديلات. ما واضح أن هناك رغبة في استجلاب الروسي والصيني ليكونوا شركاء فيكون الإجماع في قرار مجلس الأمن كما حدث. ولكن أقول نحن في النتيجة النهائية بالمدافعة بقدرتنا بجهودنا بالاستعانة بالله عز وجل سنستخدم ما توفر حتى الآن لكي يصب في صالح شعبنا بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا. عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة محمد سداد العقاد كنت معي عبر الهاتف من الرياض. إذن سيد يوسف الحاج يوسف، لماذا لا يمكن استخدام الجوانب الإيجابية الموجودة في هذا الاتفاق لصالح الشعب السوري والمدافعة بها على حسب تعبير السيد العقاد؟ هذا كلام أولا كارثي حقيقة، لأن جنيف وإن كانت سيئة ولكن أقل سوءا من فيينا، وفيينا وإن كانت سيئة أقل سوءا من القرار الأخير البارحة. أستاذ جمال، الآن هم قالوا أن وقف إطلاق النار سيبدأ فور بدء النقاشات، بمعنى أنه إن لم يبدأ سوف يترك الروس والإيرانيون والأسد يضربونكم، وهذا ما قصدته بالمهل الدموية. هي مهل دموية لفرض الإرادة الدولية وبشكل أسوأ من جنيف، يعني يتعاملوا معنا كما تعاملوا مع القضيه الفلسطينيه من قبل الثوار والنظام. لا، ما هم حطوا قرار اخر انه لا يشمل التنظيمات الارهابيه، وموسكو قالت ان الاردن سلمتنا 160 فصيل ارهابي، ونعرف ان هذه يعني منطقه خلاف، وبالتالي سنقصف بزعم اننا ارهابيين، حقيقه جريمه. ولكن هذا دوركم انتم، لا انت متشائم في مساحات يمكن ان يفرض السوري فيها رايه في ساحات النقاش والمفاوضات كما في ساحات أنا القتال. انا لست متشائما، انا ادل اهلي وبلدي وشعبي على الطريقة الصحيحة. إن الأمل والاعتماد على الغرب أتى بالكوارث في فلسطين في كل مكان. أنظر، أنا أقول لك شيء، عجز إيران وحزبها عن نصرة الأسد وبقائه رغبة
للأمريكا التي أعلنت باجتماعها عن طريق روبرت فورد في منزل رياض صيف بنيسان 2011 أن الأسد باقي والأنظمة باقية. هذه خطة أمريكا من البداية. فشلت إيران، كافؤوها أيضا لتزيد بإجرامها بالاتفاق النووي، أتى الكيماوي، أتت روسيا، فشلت روسيا. قرار البارحة يجمع الدول علينا، ولكن ثورتنا صامدة، ثورتنا استطاعت أن تصمد بوجه روسيا عندما نتخلى عن الغرب والأنظمة العربية ونستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم الاستعانة بالله. حقيقة ينصرنا الله، وما النصر إلا من عند الله. ولكن عندما نقول نستفيد من القضايا الإيجابية، ما زادونا إلا رهقة حقيقة. قرار البارحة كارثي. قرار البارحة يقول أنه يجب حماية العلويين، لم يقل أحد بإبادة العلويين. نحن مع الاقتصاص من المجرمين، سواء كان أحمد حسون السني أو سهيل الحسن المجرم أو أي مجرم آخر بغض النظر. ولكن عندما يقول حماية العلويين والناس تقتل بشكل يومي وعلى الكاميرات ولا أحد يتحدث عنهم، إنها مذبحة، تشريع لمذبحة ضد شعب السوري. طيب اسمح لي أن نشرك معي أيضا الكاتب والإعلامي أحمد كامل معنا عبر الهاتف. هل ترى في هذا الاتفاق سيد أحمد كامل فرصة حقيقية للوصول إلى حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة؟ على الإطلاق احتمال أن يؤدي هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد اتفاق أمريكي روسي، احتمال أن يؤدي إلى إسقاط النظام هو صفر. سيد كامل، من قال إسقاط النظام؟ يعني أن حتى كلمة المرحلة الانتقالية ذكرت مرتان فقط في هذا الاتفاق، ولكن حل سياسي ينهي الكارثة الموجودة في سوريا، هل هناك أيضا فرصة من خلال هذا الاتفاق لتطبيق ذلك والوصول إليه؟ المشكلة أنه الموضوع غير قابل للتقسيم. يعني هذا النظام الأسد وشاليش، وهذا النظام يريد من السوريين أن يكونوا عبيد له، وما يريده الروسي الآن هو أن نعود للعبودية كما كنا سابقا، والشعب السوري يريد الحرية. كيف تجد حل وسط ما بين الاستعباد والحرية؟ ما في حل وسط. ما يقترحوه علينا الآن هو العودة إلى حكم الذي كان طوال أيام، حكم حافظ الأسد وبشار الأسد، وتقريبا الاعتذار من بشار لأنه قتل 300 ألف مدني مننا. تقريبا مطلوب مننا أن نقول له أسف أنت قتلت 300 ألف مننا. ما في حل سياسي على الإطلاق. ولكن هذا المنطق سيد أحمد كامل هو منطق ثوري، هل ما زال في الوفد التفاوضي الذي شكل في السعودية، هل لديهم وتعتقدون أنتم كسوريين بأن لديهم فعلا الروح الثورية التي يمكن أن تنافح وتدافع عن هذه الرؤى في الشهر المقبل عندما تبدأ المفاوضات مع النظام؟ إذا شاء العالم أن يعني يتصالح مع بعض المعارضين، مع بعض التابعين للنظام، مع بعض الأشخاص، من دون إسقاط النظام، من دون رحيل بشار الأسد والنظام الاستبدادي، هذا هو الحد الأدنى والحد الأقصى بنفس الوقت. هذا المطلوب. يعني في واحد سرق لي ابني، بدي أتفاوض معه ورجع لي ابني، ما في حل تاني. رجع لي إياه مقطع مثلا، نقسم الولد نصين. الأمر غير قابل للقسمة. وأي جهة سورية توافق على بقاء النظام سواء بشار الأسد أو النظام الاستبدادي فهي لا تمثل شيئا، والاتفاق معها لن يحترمه أحد. لن يتنازل السوريون عن 300 ألف شهيد، لن نخذلهم أبدا أبدا أبدا، ولن نخذل أنفسنا قبل أن نخذلهم. يستحيل أن نعود إلى النظام الاستبدادي إذا في تسوية بتؤدي إلى تحرير الشعب السوري من النظام الاستعبادي، هو أكثر من استبدادي نظام الأسد، فأهلا وسهلا ومرحبا. طب هل هناك مطبات من وجهة نظرك في هذا القرار الجديد يمكن أبرز المطبات أو المحاذير التي يمكن أن تؤثر على الثورة السورية في هذا القرار؟ واحد، ليس إلزاميا. اثنين، لا يضغط على النظام. يعني اتفاق جنيف ممتاز، بس كان ناقصه العصا التي تجبر النظام على التنفيذ. نحن ناقصنا عصا، ما ناقصنا اتفاق جديد. في اتفاق فيين جنيف ولكن ناقصه عصا. ثلاثة، لائحة الإرهاب. أربعة، يساوي بين الجلاد والضحية. خمسة، لا يذكر المحتلين، لا الروسي ولا الإيراني ولا الحزب اللهي، كله ما يذكرون. إذا بتقرأ، وأنا قرأته وعملت عليه دراسة ونشرت،
في كل الوقت الماضي وأنا عم بدرسه منذ صدوره، لا يذكر يعني يساوي تماما بين الجلاد والضحية، ولا يذكر محتلين، ما في شيء اسمه محتلين، ما في شيء اسمه حزب الله ولا الإيراني ولا الروسي، وما في وما طب إذا ختاما سيد أحمد كامل، هل يبدو لك بأن صراع الإيرادات إن صح التعبير بين الغرب والشرق، بين روسيا وحلفائها من الصين وإيران والغرب، انتصرت فيه في هذا الاتفاق على ما كان يسمى بأصدقاء الشعب السوري؟ والله بصراحة ما بعرف ولا أبالي. نحن هدفنا كتير بسيط، كنا عبيد مستعبدين وصرنا أحرار ومطلوب مننا نرجع عبيد. الجواب لا، لن نعود عبيدا، سواء بالرضا، بالحل السياسي، بالحل العسكري، بأي طريقة كانت لن نعود، حتى لو اتفق العالم كله، حتى لو وقع على الاتفاق مليون معارض سوري، إذا ما أدى إلى رحيل بشار الأسد ونظام الاستبداد، يعني تصير سوريا دولة حرة، فلن نقبل وسوف نواصل الثورة بكل أشكالها. شكرا ببساطة. شكرا جزيلا لك أحمد كامل الكاتب والإعلامي السوري. سيد يوسف الحاج يوسف، هل يصلح هذا الاتفاق إذن لتدمير الثورة السورية كوصفة لتدمير طموحات الشعب السوري وفقا لما فيه من تناقضات كما ذكر السيد أحمد كامل؟ هذا الذي يراد حقيقة ولن يحصل بإذن الله، ولكن هذا الذي يراد وهذا الذي أريد بالثورة السورية منذ اليوم الأول. أنا مرة أخرى لسنا متشائمين، قدرة الشعب السوري على الصمود رغم الدماء، رغم الدمار، رغم التضحيات، هي التي استدعت أن يحشد العالم كله ضدنا. نقطة على السريع، ليس هناك صراع بين الروس والأمريكان اليوم. برنامج وثائقي روسي يقول فيه بوتين على سهولة العمل مع الأسد والأمريكان، هم متفقون، ودخلت روسيا بعلم متفقون على ماذا؟ هو قال بوتين متفقون على إبقاء الأسد، قال هناك سهولة وسلاسة بالعمل مع الأسد وأوباما. ولكن أوباما أوضح البارحة بأنه لا مكان لبشار الأسد. الدجل السياسي هو يقول ذلك من 4 سنوات، يقول ذلك من 4 سنوات أستاذ جمال. ويعني يبقى 4 سنوات قادر على أن يكون رئيسا لسوريا المستقبل. المشكلة ليست في بشار الأسد، فهو ورقة تواليت يرمى بالتواليت كعميل. فأنا أتحفظ على هذه أنا الألفاظ. أقولها وأتحمل مسؤوليتها، ولكن يراد إبقاء النظام المخابراتي العسكري الأداة الجريمة حقيقة. هذا ما قاله ليون باريتا بعد 2 شهر من الثورة السورية، هي أداة التنفيذ الجريمة، هذا ما يراد إبقاء، وهذا المقصود بإبقاء العلويين والحفاظ عليهم. ما خطورة بعض البنود التي تتعلق بالمنظمات الإرهابية في واقع الثورة السورية؟ هل تخشى أن يصنف كثير منها على أنه إرهابي؟ خطيرة جدا هي لدمار الثورة. أولا يسمح للأسد وروسيا أن تضربها، فهم مفهومهم كل من حمل السلاح ضد المجرم الأسد الطاغي هو إرهابي، رقم واحد. رقم اثنين، من يخضع من أهلنا السوريين، وأنا أحذرهم أمام الله وأمام ثم أمام التاريخ أن يمشوا بهذا، والمعارضين السياسيين والائتلاف وكل المعارضين، دعوا أي حسين يذهب لوحده، من يقوم بذلك من يمشي معهم سيحاربني ويحارب أخي وربما يحارب أخوه. متأخر جدا، لأن هناك وفد تم تشكيله في الرياض برئاسة الرياض حجاب، سيذهب على الأغلب إلى المفاوضات في شهر يناير القادم. حقيقة قال رياض نعسان أغا هناك رغبة أمريكية بأن يتسيد الثورة المنشقون، يعني الذين دجنوا بالأسد، هذه خطيرة. رياض حجاب ليس له بالثورة شيء، الثورة من قام بها أبناء الشعب السوري يرفضون ذلك. الثورة السورية استطاعت أن تفشل حتى جهود روسيا بعد إيران وحزبها والكيماوي، لذلك حشد العالم ضدها. البارحة يراد حشد العالم ضد ثورتنا، ولكن ومن نصر إلا من عند الله، وإن تنصروا الله ينصركم، إن الاعتصام بحبل الله وقطع الحبال مع غيره من أنظمة دولية. ومن سيعطي الثوار السلاح إذا كان هناك توافق عالمي على هذا الحل؟ أثبتت الثورة أولا العيش، نحن كنا نقول الموت ولا المزلة حقيقة، وما زلنا نطبقه، رقم واحد. فالموت أفضل من هذه المزلة، أن نعود عبيدا لهذا الأسد. رقم اثنين والأهم، الثورة السورية في شهورها 8 بدون دعم سعودي قطري أو تدخل غربي كانت تمشي بسرعة هائلة، وكاد الأسد أن يسقط لولا أدخلنا بعض هذه الأنظمة التي مرتبطة من هنا أو هنا بغرب أو شرق، أمريكا أو بريطانيا، ورأينا التصريحات التناقض الأمريكي البريطاني، ولكن كله على حساب ثورتنا حقيقة. هناك جريمة يا أهلنا، دفعنا كثيرا من الدماء والتضحيات، ثمنها لا يمكن العودة لهذا المجرم. شكرا. الطاغية، الاعتصام بحبل الله وقطع كل حبل سواه من شرق وغرب وأنظمة عربية. الناشط السياسي السوري يوسف الحاج يوسف، شكرا لك.